أهلا بكم مشاهدينا. باتت الدولة تولي اهتماما بالغا بملف الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومة الدعم بعد أن شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولا تدريجيا من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للمواطنين، وهو ما حقق جملة من المكاسب الاقتصادية. وعلى رأس هذه المكاسب من التحول إلى الدعم النقدي يأتي محور إصلاح منظومة دعم السلع التموينية، والذي يأتي كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصوله للمستحقين، إضافة لاتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة. ولأن المواطن أولا، فقد زاد الدعم الموجه للمواطنين بما يمكنهم من شراء السلع وفقا لاحتياجاتهم، كما بذلت الدولة جهودا حثيثة من خلال منظومة دعم الخبز التي بدأ انطلاقها من خلال البطاقات الذكية في أغسطس من عام 2014 لتطبق في جميع محافظات الجمهورية، حيث نجحت المنظومة في القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز وظاهرة تسرب الدقيق المدعم. وفي الوقت نفسه يأتي نجاح برنامجي تكافل وكرامة ليضع دليلا دامغا على نجاح تطبيق الدعم النقدي في مصر، حيث يتم بمقتضى البرنامجين تقديم دعم نقدي مشروط للمستحقين. ويختص برنامج تكافل بالأسر التي تعاني الفقر الشديد على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 عاما، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد وغير القادرة على الكسب أو العمل. كما يهدف برنامج التحول إلى الدعم النقدي بالأساس إلى مساندة القطاعات والفئات الأكثر احتياجاً، حيث حرصت الدولة على تطوير أداء الدعم النقدي وخصصت قدراً كبيراً من موارد الدولة للحماية الاجتماعية، كما خصصت زيادة في موازنة 2023-2024 في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لنحو 529 مليار و685 مليون جنيه بهدف حماية الفئات الأكثر تضرراً من الموجة التضخمية. وتعد تلك المكاسب الكبيرة تهدف لتطبيق الدعم النقدي انسحبت على ملف الأجور أيضا، حيث عملت الدولة بكل قوة منذ عام 2016 لإصلاح هيكل الأجور والمعاشات وتطبيق زيادات في كل منهما من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة كالتضخم أو البطالة. كما تجلى ذلك هذا الاتجاه في تخصيص نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور، حيث شهد ملف الأجور 7 زيادات متتالية منذ فبراير من عام 2019. وبالتوازي مع ذلك، فإن من المكاسب الاقتصادية للتحول للدعم النقدي هو زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن عملت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتدليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول المكاسب الاقتصادية للتحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي. شكرا لكم على طيب المتابعة.